السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل عبارة عن ايه؟ ان انت بترفع صورة او صورتين او ثلاثة ليك، وهو يجيب لك انت موجود في اي مواقع. يعني ممكن يجيب لك مواقع بس موجودة نفس الصورة، لكن فعلا الدقة بتاعته كانت مذهلة. طيب خلينا نقول له ابلود بيكتشر، وطبعا كل ما بترفع صور اكتر كل ما النتيجة تطلع لك ادق. اقول له الاو، لو انا عايز استخدم الكاميرا ابلود الفوتو واشوف بقى اي صور ليا. مثلا الصورة ديت، تعال نشوف صورة كمان مثلا ديت ودي. هو بيشتغل بذكاء اصطناعي. في مواقع بترفع صورة وتدور بشكل بايخ، انما هنا لا، بيعمل تحليل الوجه بشكل قوي. انا رفعت له 4 صور، هو بقى يبدأ يدور عليها في النت، بيجيب لك هما دول. طيب اوكي، ده اللي ممكن يكون في صور تانية. بيقول لي وافق، تمام. دي مثلا انا مرفعتهاش، دي فعلا صورتي ودي صورتي برضه. النتائج حتى الان كويسة، دي صور ليا فعلا حتى الآن دقيق بنسبة 100%. مفيش صورة مش ليا وكلها صور ليا، تمام. مشكلته بقى إن أنت لما تيجي ترفع تفتح صورة، تمام، لازم اشتراك. دي المشكلة اللي فيه.